طيب قبل ما اتحدث معك عن حاضر النادي الاهلي لابد ان اتحدث اولا عن ماضي النادي الاهلي معك وانجاز الكونفدراليه الافريقيه والفتره التي قضيتها مع النادي الاهلي، ماذا تتذكر منها؟ هو هي ذكرى عظيمة بالنسبة لي. الأهلي فريق كبير، وهو فريق كبير على الناحية المادية والعالمية، ولديه لعيبة بإمكانيات ضخمة مثل أحمد فتحي وكثير من اللاعبين الشبان، وهناك كان بعض الإصابات، ولكن هي كانت حقبة وفترة جيدة جدا، وأنا كنت سعيد جدا للأداء الذي قدمناه، وقد فزنا بكأس الكونفدرالية وأيضا فزنا على الزمالك في كأس السوبر، وهو كان لدينا الكثير من المباريات الصعبة، ولكن المشجعين دائما كانوا في صفوفنا وقد دعمونا جيدا، وأيضا وهو يعتبر من أفضل آخر أكثر الألقاب العالمية الدولية التي قد حققها النادي الأهلي في الفترة التي قضيتها، وهي كانت فترة كبيرة وعظيمة بالنسبة لي. بعد أن رحلت عن النادي الأهلي، هل في أي لحظة من اللحظات فاوضك النادي الأهلي للعودة مرة أخرى؟ نعم، لقد فكرت كثيرا، وقد أحيانا قد حاولت، ولكن هناك ظروف أو مناسبات أهلة، وأيضا أتابع الأهلي في بعض الأحيان، وكانت خبرة جيدة لي كثيرا، ولكن في الظروف تلعب دورها، ولكن أنا قد مررت بعد ذلك قضاء سنوات عدة في دول أخرى، وفي الآخر عدت إلى فالنسيا. هل تتابع النادي الأهلي في الوقت الحالي؟ نعم، احيانا اتابع البطولات الافريقيه، تشامبيونز ليج او دوري الابطال الافريقيه، وانا اعرف كثير من الفرق، وانا متابع جيد الفرق المغربيه والجزائر ودول شمال افريقيا بالاخص، ولكن ليس لدي الفرصه الان لتدريب احد الفرق هناك. انا متابع جيد لهذه المباريات، ويشرفني أن أعرف هذه الدول والدوريات التي تجري هناك. رأيك إيه في المستوى الذي يقدمه النادي الأهلي الآن؟ رأيك إيه في مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا في النادي الأهلي وبالتأكيد المدير الفني بيتسو موسيماني؟ الأهلي هو فريق مفضل للفوز بالبطولات، ولديه شغف وجمهور كبير، وهو الذي يدعم ويقف في ظهر اللاعبين، الجمهور الذي يدعمهم للفوز بالبطولات. كل لقب يطالب الجماهير بلقب بعده، وهو الذي يعد تنافس قوي يقدمه النادي الأهلي في جميع المباطلات، ولكن اللاعبين يستطيعوا مواجهة الصعوبات التي يقابلونها أو يلتقونها في خلال المباريات، وهذا الذي يسببه وجود الجمهور والشغف، وأنا أعتقد أن اللقب الأكثر أهمية بالنسبة لي وبالنسبة للأهلوية في هذا الحين كان لقب البطولة الكونفدرالية. بالتأكيد. طيب، سؤالي القادم ليك وهو أيضا يخص النادي الأهلي، ولكن أيضا يخص نادي الوداد والمباراة النهائية يوم الاثنين القادم، نهائي دوري أبطال أفريقيا. دربت الوداد ودربت الوداد في وقت قريب، وبالتأكيد دربت النادي الأهلي. كيف ترى هذه المواجهة، وشايف مين له الأفضلية في هذه المواجهة؟
هيكون ماتش صعب جدا بين لكلا الفريقين، لأن هم لديهم لاعبين جيدين وخطط جيدة، وكلا منهما لديه جمهور كبير. هم فرق كبيرة واللعيبة تعرف كيف أن تلعب، ولديهم الشغف وهم مجتهدين جدا في الملعب ولديهم جمهور يدعمهم. وهو ستكون مباراة صعبة لكلا منهما، حيث أن المباراة بين فريقين يعملين بجد وبجهد لنيل البطولات وحصد الألقاب، ولديهم إمكانيات ولاعبين كبار. إقامة المباراة في المغرب على ملعب الوداد المغربي، شايف أنها تعطي للوداد أفضلية ولا الأهلي له الأفضلية دائما بصفته حامل اللقب لموسمين متتاليين؟ لا يمكن معرفة ذلك. هو نهائي، كلا الفريقين وكلا المدربين والملاعبين لديهم الرغبة في اللعب والفوز، وكل منهما لديه الرغبة والشغف، وكل منهما يحضر المفاجآت الخصم في الملعب. وأعتقد أن هناك الكثير من الجماهير التي رفضت اللعب في المغرب، وهناك الكثير من سيسافرون مسافات كبيرة، بالأخص جمهور الأهلي، ولكن ستكون مباراة ذو أجواء رائعة. ولكن الأهلي سيتقبل ذلك، حيث أن هناك سيكون هناك تحدي كبير للفوز، وكلا الفريقين سيلعبون في ملعب، واللاعبين سيقومون ببذل جهد، وسيتميز من لديه الأفضل أداء وجودة في تنفيذ خطط المدربين. الأهلي كان عنده مشكلة وكان عنده أزمة أو اعتراض على إقامة المباراة في المغرب، أرض الوداد أو ملعب الوداد، رأيك إيه في هذا الاعتراض؟ هل للأهلي الحق في هذا الاعتراض أم لا؟ ليس لدي فكرة عن ذلك، ولكن نحن نتكلم عن الكرة. من الممكن أن نقول أنني أعرف جيدا أن الفرقين فرق كبيرة، وكلا منهما يستطيع الفوز وحصد اللقب.